السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم تربية طيور الأسماك. الأحباب ديالنا، الموضوع اليوم غيكون مغاير إن شاء الله المواضيع اللي فايتين. واحد الصديق ديالي جاب لي واحد الميزان بغى يصاوبو، وخصني نعرف شنو خصو. من هذا أستاذ؟ هذاك أستاذ، السلام عليكم. درت عليه أخويا واحد، كمية كثيرة للوزن ديالو، وبدا كيديكالي ليا لواحد الجهة، كيعطيني الوزن لواحد الجهة ما كيعطينيش. هذا صاحبي ملي درتي عليه ذاك الوزن ثقيل تهرس، ديك السيبوره ديال الداخل هرستيها، غنحلوه ان شاء الله وغادي تشوف بعينيك ان شاء الله. بسم الله على بركه الله، نحيدوا هذه القصديره هذه وكنحلوا هذه البيسات ديالهم. بسم الله، ناخذ الكورنوفيس. ثلاثة فيسات من الفوق وفيس من الداخل. نحيدو لي هاد الفيش هذا باش ما يتقطعش لينا هاد الخيط هذا. ضروري. انت الى تقطع هذا مشات لك هاد الكلافي اللي كاع ما غاتبقى خدامة. الاخ ديالي هذا مهرس كما قلت لك، هذا مهرس ملي هزيتي عليه تقول هو يهرس. ها هي البياسه ديالنا هنايا، اكثر من الكميه ديالو. اكثر من الكميه ديالو، هو خصك تفوت واحد الوزن محدد. هو كان بحال هكا ملي هزيتي عليه طرد، قلت لي هاد البياسه هذه. هذا خويا غادي يخصو كادر باش يتصاوب، باش تهنى منه. ولا بغيتي ديباني نديباني، فهمتيني؟ الا بغيت ديباني غنديباني، ولكن ما ديرش عليه تقول بزاف. صافي ان شاء الله على بركه الله. بسم الله. دابا ديك السيبوره ديالو اللي كتشدو، اللي كتهز ديك اللي كتعبر، هي اللي تهرسات. ان شاء الله غادي نديرو لها شويه ديال الكولا ونقادوها بين ما قضيتي به الغرض. راه يخدم لك مزيان، ما تفكروا ما والو، ولكن لا عاود فورسيتي عليه غيتهرس لك ان شاء الله. تهرس في هذه الحاله هذه كيخصو كادر. هذا الكادر هذا، بسم الله. هادي راه ما عندهاش كيفاش باش تحيد، هادي تحطها وتحافظ تعود تقعد لك شويه. بسم الله. هادي هي السيبوره اللي تهرست، هاهي خرجت من بلاصتها. هاد البلاستيكه هادي كانت شاده هنايا، فهمتي؟ هاد البلاستيكه هادي كانت شاده هنا، هادي تهرسات. حنا غنحيدوها شتيها باش نعمرو هنايا بالبوله باش تعاود تشد لينا خدمه اخرى. سمعتها كي دارت الطرق؟ دابا شدت بلاصتها. الطرق يعني راه دابا شدت بلاصتها. شدت بلاصتها. بسم الله الرحمن الرحيم. كناخدو بوله سبيسيال. بولا سبيسيال. ممكن ناخذ هذا الفرشي، هذا راه ممتاز في الخدمه ديالو. كنقطع واحد المقيطه هنايا
وكنطلق هذا هنايا نعاود نكثر عليه. زوين داك الفرشي. لا مزيان مزيان كيشد مزيان. ولكن ما كتشد انا راه شدات مزيان غادا بيها. كناخد هاد البياسة هادي ديالها وكنلصقها حتى هي بالبولا سبيسيال. كنعمر عليها هنا مزيان راه ما تبقاش تعاود تحل ان شاء الله. ولا بغيتي تفرصيها غنعمروا عليها حتى من هنايا واحد شي شويه ان شاء الله خليها تشد مزيان. دير بالبانش دير بالبانش ماشي مشكل. المهم كدير هاد الفرشي وكتخليه يذوب كتصبر عليه عاوتاني تخليه تينشف عاوتاني كدير باش ديما كتكون تابع حتى كتعمر عليه مزيان. دابا هنا الداخل ما دير والو درتي شي حاجه غيحبسك ما غيخليكش تركب هذا حتى تركبو ولا بغيتي تعاود تفرسيه شي شويه ماشي مشكل. كنقلب الميزان وندير واحد شويه كولا هنايا باش تشد لينا هاد هاد السيبور هذا ديال الحديد هاي ما حد كدير ليها الكولا وهي كتزيد تفورصها ما تبقاش تعاود تهرس. دابا غادي نركب البياسة ديالي ان شاء الله وغادي نكمل معكم الخدمة على بركة الله. بسم الله الحمد لله الرونديلات ديالها ما نساهمش.
وكنشد من هذا التحتاني، الا ما شديتش من هذا التحتاني غادي نصدق نطرد كل شيء. دابا بحال انا كنتحكم غير في هذا، هذا على برا. بسم الله الميزان ديالنا كما كتشاهدوا ها هو شاد، ولكن ما نفورسيش عليه، راه باقا الكولا خضراء، الا فورسيت عليه غادي نطردو. غنجي دابا لهنايا لهاد البلايص هادو فين كاين هاد السيكوره، ها هي هنا، هنا غنزيد نفورسيه بواحد شويه ديال الكولا الى كنفرشي. كما كتشاهدوا الاحباب ديالنا، ها انا درت لهم هنايا الكولا ودرت لي داك الفرشي البيض، وكاين اللي كيدير شي سلك هنا بالكاوي وكيورط عليه باش كيشد، ولكن تيطردك. المهم على بركه الله ها الميزان ديالنا كما كتشاهدوا، ها هو دابا مريقل، ولكن ما غاديش نعبر عليه ولا شي حاجه، غنخليه ما غاديش نفورسي عليه. اي واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقة إن شاء الله صافي يمكن لي نخدم به. سمعتي يا الأخ؟ أي سمعت. على بركة الله. ها أنت، ها هو تبعت شتيه، ما بقاش معوج شتيه. سمعتي الفريخ؟ سمعتو. قلت تبارك الله ما شاء الله. تبارك الله ما شاء الله عليك وعلى الفروخة. الله يحفظك. سمعت تبارك الله، هضر لحقتو في الفيديو. تفرجتي فيه؟ تفرجت. كي جات؟ زوين. الله يسخر. اللهم بارك. الله يسخر. هذا رفيت حليتي وقيلا ما عرفتيش تصاوبو ياك؟ اه حليت ما عرفتش. عقت بيه. درت له الطحين تما. شتي تتخلوا على المعلمين وكتبداو ديروا خدمتي ليكم. ولكن ماشي مشكل، مزيان تعلم، مزيان لما تعلمتيش في ديالك فاش بغيتي تعلم. بسم الله نسيو. نسيو عاد نزيرو صافي. ايه الله بسم الله. لا اصلا هاد الموزر هادي مش عبرو بالماء الخفيف ماشي الثقيل، بقات عبرتي به شي 20 كيلو ولا شي 24 24 كيلو. كما كتشاهدوا الاحباب ديالنا ها هو مزيان دابا الحمد لله، ها هو كيعبر مخير. ها انتوما راه مخير، ها هو كلشي مزيان على بركة الله. الله يسخر لك. صافي خويا دابا غادي نزير ليه البيسات. بعد ما صوبتو درت ليه البيسات ديالو المسائل ديالو كلشي مريقل على حقو طريقو. بسم الله دابا غادي نخدمو ونشوفو. بسم الله هانتوما الاحباب ديالنا، الميزان ها هو خدام، هذاك سميتها هي ما بقاتش كتحرك، كيتحرك الميزان كامل. نركبوا ليه القصديره ديالو. هانتوما الاحباب ديالنا، الطاره غنحيدوا الطاره، ها هو الطاره الميزان. بالنسبه دابا هانتوما بغيتو تتاكدوا من العبار مزيان، ها هي 175 غرام 175. نزيدوا هادشي حتى هو، انا غير تنوريكم باش تعرفوا.
300 غرام مضربه في 50 درهم كتعطيني 15 درهم. المهم ها هو الميزان صافي خدامي مخير اللوم ريغل. وريتكم هذا الفيديو باش الناس اللي خسر ليه شي ميزان بحال هكا يحلو يحاول يصوبوا راسو، ماشي كيلوحو يمشي يشري واحد اخر ولا يديها لشي معلم يبقى يزيد عليه بزاف ديال المشاكل. المهم ها الميزان ها هو مريقل، شفتو ما خسرت عليه والو غير الكولا والفرشي. وها هو الميزان مريقل على حقو طريقو كما كتشاهدوا معنا، ها هو مريقل ناضي. يلا الحباب ديالنا هادشي اللي عطا الله، وسمعتوا الفريخات ديالنا غنوريكم الطيور ديالنا بهذه المناسبة. بسم الله ها هو فين سد عليه واحد في البدالة، ها هو سير كيتكلم، ها الاخرين ها هما، ها واحد الواحد خر سد عليه تا هو في البدالة، هذاك هو اللي كدرت لكم عليه الفيديو ديك النهار، ها الكوكتيل، ها الطيورة ديال الكنار هنا في داك السيباراسيون، وعلى بركة الله. ها الدجاج سمعتو تا هو كيعوق. يا الله الأحباب ديالنا دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.